السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قبل فترة جبنا لكم الفورد التورس من الصانع العملاق الأمريكي شركة فورد، فكانت التورس إضافة حلوة، ويمكن متأخرين شوية في تصوير السيارة. اليوم نقلنا مع فورد بس على الأخت الدلوعة، الأخت الفخمة لينكن. فتبوا تشوفوا الدلاع والفخامة، واللي افتكر اللينكن من أيام زمان من أيام الكارتيه، فمستمرين دائما بعلامات فخامة على مع اختلاف الأزمان مستمرين بشيء حلو. وبصراحة بأمانة كنت أفتقد الساعة حقت الكارتيه، مع أنه الآن العصر كله ديجيتال والإلكتروني، لكن لينكن ما خرجت عن الخط حقها اللي هي الفخامة المعهودة، وكل وقت ولو أدانه زي ما يقولوا، وكل عصر فعملية تطوير مستمرة. اليوم معانا الكورسير البيبي الأصغر في الفئة الفخمة في الدفع الرباعي أو الكروس أوفر إن حبينا نسميها، لأن فعلا أقرب ما تكون كروس أوفر. سكت السيارة بأمانة، من وقت ما سكت السيارة أنا ببالي السيارة دي يبغى لها واحد ما بيدور على سرعة، بيدور على شيء اقتصادي فخم معزل صوت، راجل أو سيدة يحب الدلع ويحب نفسه، يبغى يدلع نفسه كثير ومشتري دماغه مروق، زحمة برا، حر برا، إزعاج، بواري، مقفل الدنيا على نفسه وتولع برا، أنا ما لي دعوة، أنا قاعد مبسوط ومشغل الميوزك أو النظام السمعي وقاعد مبسوط جوا. طبعا اللينكن إذا قبل فترة نشرت لكم مقطع لها، حتى الأصوات الداخلية كانوا جايبين فرقة في الأوبرا مخصوصة بس عشان تطلع أصوات يدخلوا لك هي على اللينكن، فلدي الدرجة مو بس أي صوت والسلام، واحد عليك على زي ما يقول على كيبورد جيتار ولا حاجة كده وخلص، لا لا عملوا شغل مرتب. فهذا هذا زي ما يقولوا لأقصى التفاصيل الانتباه لها. كيف شاسي سكيب أصغر فئة أصغر حجما تم تطويرها، الكورسير كلمة فرنسية لاتينية تعني الرحلة، وهذه السيارة كلها it's all about the journey، إنك أنت توصل الرحلة حقتك وأنت مستريح وأنت مبسوط وداخل سيارتك، مش مهم قديش طول الرحلة على قد ما أنت واصل وأنت مستريح. طيب اشتغلوا على الأشياء الإضافات اللي اشتغلوا على السيارة كالآتي، زي ما قلنا الرحلة هي أهم شيء. الآن عشان توصل الرحلة ايش الاشياء اللي داخل السياره تخليك توصل انت مستريح؟ اولا الشاصيه ابتدى من الاسكيب، الماكينه الاربع سلندر ال 2000 سي سي، وزي ما شرحت لكم في فورد توروس ال 2000 سي سي وال 2300 سي سي، للاسف محرك ال 2300 غير متوفر في منطقتنا، فكانت داكم عزم يعني جميل ال 300 حصان، لكن عندنا هنا 230 حصان موجوده، العزم 373 دوره، الفئتين خلينا نتكلم تقنيا بعدين نخش في السعر كمان. وعندنا ماكينة بالعرض شاصية الاسكيب، الجيربوكس 8 سرعات، الماكينة 4 سلندر 2000 سي سي، صرفية البنزين ما شاء الله ممتازة، في الممتاز هنا موجودة في الأخضر، عزل صوت محسن، نظام سمع جميل، والجيربوكس 8 سرعات، دفع رباعي، الموجودة في السعودية دفع رباعي. أيوه، السيارة تيجي فئتين في السعودية 157 و 167، الفروقات بينهم كالآتي الله يسعدكم. الفئة 167 هنا 157 10 سماعات النظام السمعي، هناك 14 سماعة، هنا بدون فتحة بانوراما، هناك بفتحة بانوراما، وفي هناك الدركسون كهرباء، وفي لمبات LED بتكون إضافية في الكشافات الأمامية الخلفية، فيها لمبات LED حسب مكانها. فهذا بشكل عام، للأسف زي ما قلت على 2300 سي سي ما موجودة، ومحرك زي ما شرحت لكم في تورس ال 2000 وال 2300 سي سي مأخوذ البلوك من محرك مازدا أيام التعاون بين شركة فورد وشركة مازدا. بشكل عام السيارة في بعض النواقص هنا شفتها شوية هنشرحها، احنا نتكلم على السيارة مثلا شاحن الجوال الوايرلس ما في، الهيد أب ديسبلاي ما في، وتيجي عدادات ديجيتال الشاشة تكون إلكترونية، للأسف الفئة اللي عندنا هنا وإن كان الشاشات حلوة، في عندنا حوالي 8 إنش الوسط و 6.5 إنش اللي هي قدام السواق، 6 إنش 6.5 واضحة جميلة، بس زي ما أقول الواحد كده دائما النفس تطمع في الشيء الأحلى والأجمل. فهذا بشكل عام السيارة. مين المنافسين؟ عندنا مثلا الليكزس الصغيرة البيبي اليو إكس، عندنا البي ام دبليو الاكس 3، عندنا الفروميو ستيلفيو اذا حابب تفكر في الناحيه الرياضيه البحته، عندنا البي ام دبليو زي ما قلنا الاكس 3. فالسياره داخله في فئه انها في فلسفتها سياره مريحه، سياره ناعمه، سعريا مقبوله،
وما هي مركزة على الناحية الرياضية، مركزة على الناحية الاقتصادية، وفي نفس الوقت عزم لا بأس فيه يخليك أنت راكب السيارة مستريح. زي ما قلنا it's all about the journey، كلمة كورسير تعني الرحلة، وكل ما في الموضوع أنك توصل رحلتك وأنت مبسوط ومستريح وفيها كمية بصراحة دلع في الكراسي جميلة. يكون فاعل نووي صغير اللي هو المحرك الأربع سلندر 2 لتر توربو. تصحيح للمعلومة في البلد، معلش في البداية مع الحر وأنا بتكلم لخبط شوية، المحرك 245 حصان، 245 حصان على 6000 دورة، والعزم 373 نيوتن متر على 3000 دورة، مربوط بمحرك بجير بوكس، مربوط بجير بوكس 8 سرعات والسارة دفع رباعي عشان تديك نعومة، والعزم العالي بيديك يعني مدى مشي بشكل ممتاز، وفي نفس الوقت بيخليك يعني السيارة بتديك عزم وهي مستريحة بدون ما تصرف بنزين. والتوربو طبعا ما شاء الله عامل مساعد وقوي. والحلو طبعا كمان عندنا عملية المساعدات حقت الكبوت، هي موجودة هنا يعني اسم لينكن، اعتقد واضحة تماما الفخامة، فعاملين حسابه انه كل شيء يكون فخم ولذيذ وحلو. الكفرات الله يسعدكم ميشلن، والمقاس الكفر 225 على 55 19. الفئة الأعلى اللي قلت لكم الأوبشن تجي أغلى ب 10000 ريال مع السقف البانوراما، حتيجي كمان الجنوط تجي مقاس 20، السعر زي ما قلنا دفع رباعي. مساحة الجلوس اللي في الخلف بأمانة لا بأس فيها على قد من السيارة من برا ما تعطي ذاك الوسع، لكن في مساحة جلوس لا بأس فيها على طول 1.80 متر. في عندنا هنا 3 أصابع في الخلف تقريبا، هنا ما في بانوراما فالسقف مرتفع، فعندنا الله يسعدكم 5 أصابع على طول 1.80 متر. طبعا اذا في الخلف اذا السياره بسوقها سيدات، انا اعتقد ستات كثير حتعجبهم السياره هذه، او شباب يبغى السياره رايقه ويبغى انا اوصل مشواري وانا رايق، مهم عندي صرفيه بنزين ما بدور على اداء رياضي وابغاها فخمه، اعتقد السياره دي حتناسبهم كثير. المكيف بارد، في عندنا فتحات تكييف خلفيه، في عندنا شاحن في الاسفل هنا، اثنين يو اس بي. الغريب مسند اليد ما في حتى ولا مكان لكوب واحد مويه، فما اعرف هنا في مكان احط فيه قاروره مويه، لكن لو في يدي كوب قهوه او كاسه مويه حقول طول الوقت عامل يدي كده ماسكها كده وان شاء الله رب ما يكون في مطب قريب على نفسي. لكن بامانه باستثناء النقطه الصغيره دي كل شيء الثاني ما شاء الله في الخلف هنا حلو. الكراسي نوعيه الجلد مخرم من نوع الفخم الجلد، طبعا هنا احنا عارفين كله هذا بلاستيك لوك لايك يعني كانه خشب كانه جلد، ونظام السماعه زي ما قلنا في الفئه الاعلى بيكون 14 سماعه من شركه ريفيل. بامانه عجبتني في الخلف هنا حلو السياره يعني بشكل استثنائي، الجلد حلو وجلسه مريحه. شنطة السيارة الخلفية جميلة مع الإضاءة بأمانة، أبدعوا عملية الإضاءة اللي موجودة فيها، الخط الأحمر يعني في شغل حلو لذيذ معمول في السيارة. في عندنا كاميرا خلفية، حساسات رجوع للخلف، حتى الشكمانين اللي في الأسفل فعليا ما هي ديكور، احنا على 245 حصان فعليا ما بندور على أداء رياضي، لكنه لا بأس فيها عملية الشكمانين في الأسفل. هذه الشنطة في مساحة شنطة لا بأس فيها أبدا كعفش أهي للداخل، للداخل شوفوا هاي للآخر. هنا عندنا 12 فولت شاحن، كمان هنا مخبص كهرباء، والكراسي بضغطة زر هنا على اليمين اهي، حتى الواحد ما يكلف نفسه انه يعمل استرتش يوصل لجوا، لا خلاص بضغطة زر على اليمين والشمال الكراسي بتنزل، ما تطلع لكن تنزل الكراسي، تنزل بضغطة زر كهرباء. وعندنا هنا تحت الاستبنة موجودة معنا حجم كامل. كنت اتمنى نوعا ما على فخامة السيارة انه يكون في عندنا حركة الرجل من الاسفل اللي تخلي الشنطة تفتح وتقفل، لكن يعني الى الان كل شيء حلو ما شاء الله في السيارة. اعتقد زي ما بيقولوا السيارة من كثر ما هي حلوة بتغري الواحد انه بيبغى شوية سكر اضافي عليها من كثر ما هي حلوة، فهمتوا علي كيف؟ فيها مواصفات. واحدة من الاشياء الحلوة او البراءات الحلوة، براءة الاختراع الحلوة في شركة فورد لينكن اللي الله يسعدكم، الواحد ممكن يحط المفتاح جوا السيارة وبعدين عن طريقه والرقم السري هنا ممكن يفتح الباب ويقفله من هنا. فشوف حتى اهو بتنور معنا، فبالارقام تحفظ الارقام السرية وخلاص صار عندك السيارة عبارة عن خزنتك. وفي مواصفات في الخارج انك تقدر تفتح السياره عن طريق جوالك، فبس للاسف لسه ما وصلت منطقتنا. عزل الصوت الاضافي اللي عاملينه في الداخل، تحسين الازعاج، عندك المرايه منفصله
عن الـ عن الـ عن القزاز، فهمت علي كيف؟ عشان الازعاج حق، وعامل لكم كنوع من الرؤيه البانوراميه في المثلث هذا اذا حد افتكره في اللينكن من زمان، برضه هنا موجود كمان معنا اهو القزاز، بدي رؤيه اضافيه بانوراميه مع الاي بيلر حق السياره، وعندنا هنا كلمه كورسر موجوده بشكل جميل. خطوط السيارة جميلة، بيبي طبعا في الأعلى منها النوتيلس، وفي أعلى منها الأفييتر، وبعدين النافيجيتر. جربنا النافيجيتر الكبير ما شاء الله، قمة في الفخامة وفي الدلع، ويعني ذاك فعلا تمشي في جزئيتين بسيطة حقول لك عليها لما تمشي بالنافيجيتر. في جزئيتين الله يسعدكم يعني من باب الدعابة والضحك، لما جربتها في النافيجيتر، لما كنت سايق النافيجيتر مشكورين شركة فورد لينكن في دبي، فاداني بصراحة انطباعين. اول ما ينفع مع النافيجيتر ما شاء الله مع حجمه، ما ينفع تكون جوا السيارة تقول انا، تقول نحن، لانه في معك جماعة، في كمية حديد وفخامة وكراسي، فلما احد يكلمك على التليفون انت فين تقول له احنا، لانه نحن هنا جماعة. دي الاولى. المثل الثاني اداني فعلا انطباع ضار، يا ارض تهدي ما عليك قدي، وانت ماشي كده قمة الفخامة والدلع في اللينكن، مع الحجم مع كل الأشياء الثانية اللي حاطينها فيها فعلا تخربك، في رصيف في حفرة في مطب، مو مشكلة، ما هي مشكلتي، مشكلة اللي برا، أنا ماشي مبسوط في السيارة. فيعني هذه واحدة من العيبين اللي كانت موجودة في اللينكن، إن حبينا نسميها عيوب من باب الضحك والمداعبة معكم. 96.2 الموالفة عند 96.2 اف ام. حقو ألعب طول اليوم. حقو ألعب بما لا يأذي أحد، ألعب في حديد، في تقنية، في تكنولوجيا، أيوه ما ضايقت ولا أذيت أحد، لأن إلا أذية الناس. أما غير كده أنا زوجتي تقول لي أنت في عالم السيارات يورا كيدنا كاندي ستور، أنت طفل في محل حلويات. وأنا أرد عليه أقول له قلت أس شارج، معترف بالتهمة وبالذنب ومحترف بكل الاتهامات الأخرى. ف أنا حتى عندي يافطة كبيرة حاططها كده في مكتبي، كنت دائما أحطها قدامي، المرة دي حطيتها في التصوير خلفي، اللي هي الله يسعدكم do what you love love what you do، اعمل ما تحب وحب ما تعمل. فرامينها لا بأس فيها ما شاء الله، من السيارة ثقيلة شوية لكن لا بأس فيها. ايه مسؤول 108.4، عندنا اما الصفر لمية الصفر 33 ثانية ونص، من دقيقة، من 100 لصفر 51.6 متر، يعني برضو نقول ممكن تتحسن شوية عن كده، لكن اتوقع يمكن لسه عشان السيارة شوية جديدة واليوم حر، جربناها 3-4 مرات لكنه ممكن تحسن الفرامل عن كده شوية. عندنا الأوامر الصوتية، تضغط على الزر هنا أوامر صوتية، عندك الخروج من المسار، يعني عيب نتكلم على السيارة باسم حجم لينكن، نتكلم مواصفات أمان ناقصة، إرباقات كاملة، خروج من المسار، تنبيه من الاصطدام، أمامي خلفي، مناطق عمية، كل شيء ده موجود، كل شيء موجود عندكم هنا. مع أن الشاشة على قد ما هي 8 انش تبان كانها وحلوه، تبان كانها صغيره شويه، يمكن المساحه هنا بين الزر التشغيل وبين المساحه الاضافيه لو كبروها انش من هنا وانش من هنا 10 انش اعتقد يمكن كان ملت العين اكثر، مو عيب فيها بس يمكن يعني زادت الحب في الدلع، فهمت علي كيف؟ طيب هذا واحد. 6.5 انش قدامي، الاشياء اللي انا عتبي على السياره قبل ما نتكلم في المميزات وفي الحب، خلينا نتكلم على عتبي في السياره الله يسعدكم في ايش. طيب عتبي على السيارة كالاتي، شاحن جوال وايرلس، شاحن جوال وايرلس ما في، هيد اب ديسبلاي ما في، الماكينة 2.3 لتر التوربو ما في،
فمش انه الماكينه الموجوده حاليا ضعيفه، بالعكس فيها عزم حلو، بس انا مؤمن بتعدد الاختيارات المستهلك. يا طول العمر تبغى كافيار ده سعره، تبغى فول بطعميه ده سعره، وبين الاثنين المنيو مفتوح كامل مقابل فاليو فور ماني، لكل حجره لاجره مقابل اللي بتدفعه بتاخذ اشياء ثانيه. الضمان 5 سنوات 100,000 كيلو. معلش اليوم ما شاء الله الهواء شويه قوي وحراره 37 فتحملونا شويه. طيب ايش في عندنا شيء ثاني؟ الله يسعدكم، الدركس التعشيق بازارير زي ما احنا لاحظين. الكونسول هنا كانك بتشتغل على تابلت ايباد موجوده جنب يدك او كمبيوتر اي حاجه كده تحت يدك شغال جنبك، كل شيء هنا على طول الزرير فيه. عزل الصوت حسنوا عزل الصوت، والسماعات هنسمعكم هي اللي حابب يسمع نظام سمعي. طبعا هنا 10 سماعات في الفئه الافخم، في الفئه الافخم 14 سماعه. جايبين اوركسترا مخصوص لدي الدرجه، يعني مركزين في التفاصيل. عندنا كمان الشاشه هنا ما هي ديجيتال كامله زي اللي موجوده برا، فهذه بعض الامور اللي انا كده. ومسند اليد اللي ورا غريب، ما في حتى مكان للاكواب، فهمت علي كيف؟ لا في الابواب ولا في مسند اليد، فاعتقد سقطت سهوا منهم دي شويه انه ما في مسند يد، يعني في اكواب او في تحكم او اي شيء اضافي. فاعتقد يمكن قصد فيها اللي كان بيصممها في السعر هذا، قصد فيها قال لك اللي بيركبوها هنا في الشاب او الشابه في مقتبل حياتهم بالكاد يكون عندهم اطفال ورا، واذا في اطفال حيكونوا صغار ما هم في سن كبير، والله اعلم. لكن هذه ملاحظات عندي. زر التشغيل هنا محطوط لون كروم. واحده من الاشياء الثانيه شويه كمان هنا ماني شايف البلاستيك اللي موجوده الدرج هنا تحت الاسفل، كنت اتمنى يكون على الاقل لو تغطيه كانه لون خشب، كانه شكله خشب كده حلو على اسم لينكن، او حتى الكروم اللي هنا موجود الالومنيوم الكروم او اللي هنا حلو برضو انه تو اكسنتت، يعني انه بديها اللمسه نفس اللهجه التصميم او لغه التصميم واحده. فهذه الامور الثانيه. ايش في عندنا شيء ثاني اضافي؟ مساحه الجلوس الخلفيه ممتازه ما نقدر نقول فيها شيء. نسبه الازعاج 62 ديسبل. وارجوكم لاحظوا انه في هواء قوي اليوم، يعني حتى شعر النخل، انا احب اسميه شعر النخل وكدش النخل بيتحرك، ففي هواء قوي اليوم معانا اذا واضح. ومع ذلك يعني عشان نكون دقيقين اجابه 62 لا بأس فيها، ممكن تتحسن شوية لكن أفضل من من بعض السيارات التالية. المفتقدها في سوقنا شفتها برا جميلة جدا. الكرسي نفسه أكرمك الله في المقعدة عند الأرجل عند السيجان من الأسفل عند الركبة، تقدر تتحكم في كل وصلة في الكرسي، كل قطعة تقدر تتحكم فيها، فللأمام للخلف لفوق لتحت. ف اسم لينكن ترى جماعة الخير ما شاء الله، يعني اللي يعرفه من زمان اسم رنان ولو صيت وشنة ورنة على اخواننا اللبنانيين حبايبنا، شيء اضرب اطرح، فهمت علي كيف؟ يعني من كثر ما الاسم قوي. لكن خلينا نقول شويه، مع انه هنا في تيبترونيك، في مواصفات حلوه في السياره، عتبي انه يبغى لها شويه من السكر اللي شفناه برا يجينا هنا، لانه فيها كميه سكر وكميه حلاوه بصراحه حلوه في السياره، خلينا نكون حقانين، بس انا مفتقدها هنا شويه. مين متوقع انه السياره هذه متوقع لها جمهور؟ الصيانه حنحط لكم الصيانه، طبعا ارجوكم دحين اسعار الاقساط حقت المشكورين البنك الاهلي بنحط لكم الاقساط الشهريه. بس طبعا ارجوكم الان تعرفوا لسه تغيير من السيستم 5% الضريبه ل 15%، فركزوا يا جماعه الخير على العروض الان غير العروض مستقبل، فارجوكم يعني في سعه شويه في التفكير وفي حسن الظن، انه ما حد بيكذب عليك، ما حد بيضحك عليك، ما حد بيديك ارقام غلط. الامور بتختلف، الضريبه الان الضريبه، بكره في نظام جديد، في اختلفت، في سعر السياره طلع، سعر السياره نزل، في عروض ما في عروض، فهذه الامور ارجوكم احنا بنحطها كده، فلا يجي بكره انا احد اوه كذبوا علينا، ما حد بيكتب عليك، ما حد بيسوي دعايه، ما حد بيسوي تسويق، احنا بنخدمك لكن لكل وقت له اذان. الجمهور متوقع للسياره هذه اتوقع كثير ستات حيجوا ياخذوا السياره دي، لانه مقارنه بالاودي كيو 5 كيو 5 مقارنه بالبي ام دبليو اكس 3 في عندكم هنا فخامه
وسيفتي وفالي فور ماني. اي نعم في نقص المواصفات شويه، يعني هنا مثلا حكينا اول كنت رحت قلت الدركسون كهرباء. ايش المقصود بالدركسون كهرباء؟ انه هنا تعديل، هنا الدركسون يدوي الله يسعدكم، التحكم فيه يدوي. في الفئه الاعلى اللي ازود ب 10,000 ريال يصير التحكم فيه بالكهرباء. يعني اهو هنا اهو الزر حتى حلو تلسكوبيك يدخل لفوق وتحت للداخل والخارج بس يدوي. لكن باقي المواصفات جميله. اللي يبغى سياره دفع رباعي كروس اوفر بنوتيه دلوعيه كده حلوه ستاتيه، السياره هذا حلو وفيها كل مواصفات المان، سياره حلوه. ختاما حابب نقول لكم شكرا لكم متابعتكم الكريمه ولتجارب تانية كثير. شكرا شكرا لكم، شكرا طبعا للينكن الشرق الاوسط، وشكرا لشركه فورد لينكن الناغي، وكمان برضو نشكر لينكن توكيلات الجزيره في الرياض، يعني بحكم انه كلهم حبايب واخوان. شكرا للكل.